على بركة الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة سطات. بالضبط كنتواجدوا الآن بالسوق الشعبي الشطيبة، والثمن ديال الدجاج الرومي يعني لا زال الثمن يحلق عاليا، والثمن مازال مرتفع مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، وصل 25 درهم الكيلو، 500 ريال الكيلو، 25 درهم الكيلو دجاج الرومي، يعني استقر في هذا الثمن هذا ديال 25 درهم دابا تقريبا مدة 4 أيام، الثمن يعني اللي طالع مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر. يعني ثلاثة ديال الدجاجات ب 210 ديال الدرهم، يعني لا تعبروا، ثلاثة ديال الدجاجات ب 210 ديال الدرهم، يعني الثمن اللي كنشوفوا يعني غير مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. كنتمنى ان هذه التسمية هذه انها تنقص على المواطن البسيط، المواطن الدرويش، يعني 500 ريال او 25 درهم فهو ثمن اللي غالي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. فالدجاجة يعني 2 كيلو في الدجاج فغادي تاخذها ب 50 درهم زائد يعني التنقية ديالها والتصاويب ديالها، فغادي تطلع لك بواحد 55 درهم حتى 60 درهم، ربما حتى 60 درهم، يعني اللي باش غادي تطلع لك الدجاجة فيها 2 كيلو أو 2 كيلو شي حاجة. فالثمن اللي كنشوفوه يعني غالي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. فنتمنى ان هاد الاثمنة هادي انها تنقص مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، لا في الدواجن لا في اللحوم لا في يعني لا في الاسماك، يعني كنشوفوا بعض يعني الارتفاعات ديال الاسعار اللي شفناها هاد الايام، هاد الايام الاخيرة مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. فنتمنى ان هاد الاثمنة هادي انها تنقص على المواطن البسيط، المواطن الدرويش، يعني حتى هو ياخذ الدجاج بواحد الثمن اللي مناسب ليه بطبيعة الحال. فكيفما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات، بالضبط يعني من السوق الشعبي شطيبة، والثمن يعني الثمن 25 درهم لا زال يحلق عاليا هذا المصطلح. فنتمنى ان هذه الاثمنة هذه انها تنقص مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. كما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات، بالضبط من السوق الشعبي شطيب. فتقدروا تكتبوا لنا عبر التعليقات مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، شحال واصل ثمن الدجاج الرومي في المدن ديالكم او في الاسواق الاسبوعيه او الشعبيه مشاهدي الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في. فهنا بمدينه سطات بالضبط يعني كنتواجدوا الان في السوق الشعبي شطيبه، ربما في بلاصه اخرى انه يقدر يكون زايد، يقدر يكون نفس الثمن ما عرفناش. فهنا في مدينه سطات
فهنا بالضبط كنتواجدوا الان يعني في السوق الشعبي شطيبة، والثمن يعني ديال 25 درهم الكيلو ديال الدجاج الرومي. فتقدروا تكتبوا لنا عبر التعليقات مشاهدين كرام مشاهدي قناه شوف تيلي شحال وصل ثمن الدجاج الرومي مشاهدين كرام في المدن ديالكم، متتبعين كرام متتبع قناه الشعب قناه شوف تيلي. كما كتشوفوا معنا لهذا البث المباشر من مدينه سطات، يعني الدجاج الرومي لا زال يحلق عاليا والثمن ديالو وصل 25 درهم الكيلو في سابقة كيفما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوتر. المباشر مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي بالضبط كنتواجدوا الان بالسوق الشعبي شطيبة، والثمن ديال الدجاج الرومي الثمن ديالو اللي طالع وغالي ومازال يعني مستقر ب 25 درهم الكيلو كيفما كتشوفوا معنا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. تقدروا تكتبوا لنا عبر التعليقات مشاهدين كرام شحال وصل ثمن الدجاج الرومي في المدن ديالكم مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي. إذن مشاهدين كرام نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.